دلوقتي بقى نعمل حاجه حلوه بالقرفه والسكر. معجنات بسيطه خالص، مش مكلفه نهائي. عباره عن كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق هنعمل بيهم حاجه حلوه قوي. كوبايتين دقيق معاهم ربع كوبايه من الزيت، معاهم بيضه، معاهم رشه سكر، معلقتين سكر كبار، دي حاجه حلوه فبرضه هخلي العجينه مسكره. وهنعملها ببيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر وفانيليا وشويه قرفه، وهنعجنهم بلبن. خلاص نعجن بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايتين دقيق، احفظوها معايا عشان سهله خالص ان شاء الله. كوبايتين دقيق، معلقه بيكنج باودر صغيره، الفانيليا، معلقه قرفه صغيره، معلقتين سكر كبار، بقلبهم واجيب لهم رشه ملح. سوري ماشي. احط بقى ربع كوبايه زيت وبيضه، حطيت الفانيليا خلاص، بقى فانيليا، ونعجنهم بلبن. وعلى فكره كنت عجنهم بميه عادي، هي مش تاخد لبن كتير، بس لو عايز تعجنيها بميه عجنيها بميه مفيش مشكله. خلاص هي بتاخد، بتعجن بحوالي نص كوبايه لبن مش اكتر يعني. بص كده وسايحه برضو اهي، هديها شويه دقيق وهقليها في الزيت. حاجه حلوه سريعه جدا، تتاكل سخنه كده. طبعا تعجنيها على ايدك عادي خالص. مش بتلزق قوي في ايديك يعني، هنحط دلوقتي دقيق عليها لغايه ما نظبطها واوريها لك شكلها ايه. طبعا يعني ما فيهاش خميره، بس ترتاح، بريحها. نعم حاضر اهي. بصوا كده لو هي لزقت معاكي ابداي زودي لها دقيق شويه كده. ربنا يخليك يعني انتي انسانه كده بلتي على حياتنا والله. الدنيا خير وسعاده، ووصفاتك كلها الجميله واختراعاتك الجميله اللي بتعمليها. الله يكرمك يا رب حبيبتي. الله يخليك يا ستنا، وكل سنه وانتي طيبه، واحلى حاجه على مصر اللي انت حاطاه جنبك ده. طبعا ده مصر جنبك. ام الدنيا. خلي بالك التصوير عامل شغل معاك يا فتلك انا. طبعا كده على الشاشه وجنبه العالم. الحمد لله. الله يكرمك جميل. ربنا يخليك. بقى انا قلت افتلك بقى واقول لك انت منوره والله يا شيخ. الله يكرمك يا رب. طبعا وحشاني، وما تزعليش لما ما اتصلش بيكي، ببقى مشغوله والله. ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا كل جزء. ودايما طبعا بشوف، والله دايما بشوف الاعاده ما فوتهاش ابدا. الله يكرمك الله يخليكي ويديك العمر والصحه، وكل الكاست اللي عندك المحترمين بخير. بص بقى كده نفردها، بعد كده احط لها بقى ايه، بسكينه بقى او بقطاعه او باي حاجه يعني. ممكن حتى تعمليها اللي هي قطاعات الاشكال النجمه وحاجات الاطفال اللي بيحبوها دي، او بالسكين نلخص يعني. ممكن ناخدها كده كل ده عجن، ده نشيله كده وايه ونعجنه ونعمله تاني. حاضر ناخد بقى كده ونبدا نقطع كده ايه، مربعات كده او مستطيل، اي اشكال انتوا عايزينها تبقى رفيعه كده. خلاص اهي بالمنظر ده، اهي زيت سخن بقى ونبدا ايه. حاضر نحط في الزيت كده. كده بص بقى هينفش ازاي. بروح حاطه ايه، معلقه كده من السكر البودره، ومعاه معلقه صغيره من القرفه، وابدا ان انا ايه ارش عليها كده. ماشي كل طبقه يطلع التاني، اروح عامل نفس الحكايه. خلاص